طيب برضو نفس الكلام بالنسبه للسيدات كره اليد، هيبتدوا ايضا الدوري ان شاء الله يوم 3 اكتوبر، الرجال يوم 2، السيدات يوم 3، بطبعا مشواره هيبقى ضد منوف. اول مباراه هيتلعبها النادي الاهلي هتبقى ضد منوف، وطبعا الفئه هيبقى عباره الدوري هيبقى مجموعه واحده من 16 فريق هيلعبوا رايح جاي، وياخدوا اول 4 فرق يلعبوا دوري السوبر بعد كده. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق ده عمل السنه دي ريمونتادا جميله جدا وعظيمه، بعد ما كانوا متاخرين جامد رجعوا ووصلوا يلعبوا الشمس، ولو كان في حاله فوزنا على نادي الشمس المباراه اللي فاتت كنا نلعب مباراه فاصله. والحقيقه يعني ده كل التقدير ليهم، لان الحقيقه كان الوضع صعب وكورونا وتوقف، فالحقيقه الفريق ده عمل انجاز كبير طيب السنه دي. واحنا عارفين زي ما قلنا لحضراتكم في تغيير اجيال، في لعيبه مصابه، ولكن بيتم ترتيب الصفوف دلوقتي، واكيد الموسم ده ان شاء الله يكون احسن كتير من الموسم اللي فات.